السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد. درسنا اليوم إن شاء الله جميل وممتع وحلو، وإن شاء الله نقدر نقدمه بطريقة بسيطة والناس تستفيد منه وتقدر تنفذه. درسنا اليوم إن شاء الله عن حكاية رقم 13، الموديل العقدي المتراكب أو المتداخل. نبدأ على بركة الله. بسم الله. طبعا كالعادة ملف جديد، كمان على سبيل المثال قطعة الخشب 40×40، مقاسنا المفضل والمقاس الجميل اللي نقدر الناس تقدر تنفذه كعينة، او ممكن تقدر تنفذه كقطع بلوكات. جميل. طبعا كالعادة مدى مقاس العقدة 10×5، وبنرسم معه القوس او الكروس سيلكشن. طبعا ارتفاع، افضل ارتفاع ممكن يناسب المقاس هو 10. طبعا الخطين اللي حنبدأ منهم، وعن طريق الامر توريل سويب سيلكت سكند سيلكت كروس سيلكشن، نعطيه ميرج هاي. شكرا. وعن طريق الامر سكالبتنج طريق كيرف نبدا منه. بسم الله. خط 2×3، ان شاء الله يعطي جماليه ويعطينا طبعا على التكرار منظر حلو كتير. طبعا عن طريق الامر كاتينج كتر خلينا نقول نرسم خط مستقيم بالنص بالوسط، هيفيدنا كتير بتلاقي الزوايا مع بعضها. طبعا عن طريق ترانسفورم بزاوية 45، طبعا ناخد نسخة من الزاوية لو منتصف القطعة، طبعا مرة تانية ومرة تانية أخرى، طريق ميرور رايت، ناخد الزاوية للزاوية نفس الأمر، تكرار يمين كمان الزاوية للزاوية، طبعا نفس الموضوع. ممكن كترنا كمان، مو مشكلة، الزاوية للزاوية. وكلهم بجروب جروب بمنتصف طبعا الشكل صار متداخل. ممكن الناس شوي عن طريق الأمر أنا جروب فيكتور ترانسفورم نضبطهم 10. شكل متداخل. ممكن الأرقام شوي نضطر ناخذ حبة بزاوية 45،
شوف المشاكل علينا منها، مقاسات 50 10 ممتاز. طبعا بزاوية 45، خلينا نقول بأسفل الزاوية، ناخذ منتصف. منتصف تمام، عن طريق رايت. تصف تمام. كالعادة اليسار اليمين، طريق الأمر تمام نفس الطريقة. يسار ناخذهم كلهم، طريق ترانسفورم طبقة جديدة. طبعا ننتظر لطريقة المعالجة ونرجع لكم بعد إن شاء الله. رجعنا لكم طبعا عن طريق شيب إديتور ريرو ريست، صار شكلنا بهذا الشكل. طبعا الحرية المصمم يختار شكلنا بهذا الشكل، جميل متداخل وحلو كتير. طبعا طريقة التخريج مثل الطريقة العادية، طريق الريليف كرييت مشين ريليف سيلكت فيكتور بالنوز 8 ملي. هلا ممكن نعطيه نحن اوفست كلاسيك، هلا عفوا خلينا على ريستور كلاسيك، او خلي ريستور ريستور عندك 8 ملي، خلينا نقول مثلا 90، خليها تنزل 10، وهي هتمشي 90. سيف مود 15 ماتيريال 18. واحد كالكوليت ما في أس خارجي 18 5 ملي 18
ندخل طبعا السيميوليشن. طبعا الملاحظ من الملاحظات هي الزوايا. طبعا الزوايا حتشوفوها على الطبيعة غير هذا الشكل. عفوا ان احنا نسينا شيء وما بعرف اذا الناس يمكن ما حدا انتبه، او خلينا نقول نسينا السموث وهذا سبب كبير. ايوه هلا بيطلع معنا الشكل زيرو ريست. هلا ماشين سيلكت فيكتور 8 ريستور 0.90 تنزل 10 واحد. طبعا القص خارجي 5 18 2 سيميوليشن. الآن الزوايا فرقت كبير بدون السموث. طبعا الشكل حيطلع التنفيذ مختلف. طبعا الزوايا ممكن يطلع عندك مشكلة بسيطة، بس طبعا تتفاداها بصنفرة بسيطة، خلاص القطعة بتطلع جميلة وحلوة وشكلها متناسق وحلو وهذا شكلنا لليوم. أتمنى إن شاء الله نكون قدمنا شيء مفيد وشي الناس ممكن تستفيد منه، وإن شاء الله بإذن الله إن لقاءات أخرى بأشكال جديدة ولقاءات مباشرة. ولا تنسونا من الدعاء، وأي استفسار نحن إن شاء الله جاهزين بصدر رحب، وأي شيء في على موجود على صفحة القناة من الأعلى جروب واتساب، ممكن أي استفسار إن كان بتعليق على الفيديو أو إن كان على جروب الواتساب باسم كمان عالم الزخرفة والديكور، وفي على كمان فيسبوك كمان في جروب ممكن كمان جاهزين بأي طريقة نحن إن شاء الله جاهزين. أي فكرة أي تعديل أي شكل إن شاء الله نحن جاهزين. واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.